استاذ باسم رجع لنا. استاذ باسم اتفضل. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ طيب يا فندم. حضرتك طيب يا فندم. اتفضل. لو سمحت يا فندم، انا معايا زوجتي حامل في الشهر الثاني. ايوه طبعا حضرتك بتاخد علاج وحاجات طول اليوم. نعم. فانا قلت لها افطري عشان خلاص طبعا بالنسبه للعلاج وعندها ضغط حمل وكده. طيب. فايه الحكم الشرعي فضيله الشيخ في الموضوع ده؟ هي اصلا عشان هي حامل عشان هي حامل والحامل والحمل عندنا بيلحق بالمرض، فلها ان تفطر. لها ان تفطر يعني ايه؟ لها ان تفطر، لكن انت لازم ترجع كمان للدكتور كمان في مساله، هي لازم تتابع، مش انت اللي تدي لها اوامر فيما يتعلق بالحمل. لكن هي اذا افطرت، اسمع، اذا افطرت يبقى عليها ان هي تقضي الايام دي بعد ما تخلص الحمل، وبعد كمان لو كانت هتحتاج ان هي تفطر ساعه الرضاع يبقى كمان هتفطر، يبقى بعد ما تخلص تصوم الايام اللي عليها بس، وما تدفعش فدية. ده الفتوى اللي عندنا، ان هي تقضي الايام التي عليها فقط وليس عليها فدية. خلاص يا سيد باسم.